أنا إيمان نحاس، رئيسة شعبة النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الأمريكية في مادبا. هدف الجامعة من إقامة المجمع الرياضي هو نشر التوعية الرياضية وأهمية النشاط الرياضي بحياة الطالب البدنية والنفسية. يعطيكم العافية، معكم الكوتش معتصم أبو قعود، مدرب رياضي في الجامعة الأمريكية. خضعت جميع الأفرقة إلى بطولات داخلية وخارجية بالإضافة إلى التدريبات. الهدف هو التعاون الجامعة الأمريكية مع باقي الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة. Hey, my name is Muhammad Suman and I'm the captain of the basketball team at AUM. We're always looking for new recruiters, so if you love to join our basketball team, just come to the complex and let's see what you got. أنا أحمد همام، أحد طلاب الحاصلين على التفوق الرياضي في الجامعة الأمريكية في رياضة التايكوندو. أنا حالياً بجهز لفحص ترقي الحزام الأسود 4 عدان، وأنا حالياً بتابع مع الكوتش في المجمع الرياضي في الجامعة. أنا قصي لبابدا، كابتن فريق الجامعة الأمريكية لكرة القدم. أرحب بكل الطلاب الجداد، والتسجيل مفتوح بأي وقت لأي طالب حاب يضيف حاله إلى فريق.